اكثر من ذلك الدوله تنهار. هذه الهضره قالها البنك العالمي، لم يسبق للبنك العالمي انه قال تحدث عن دوله وقال ان اقتصادها ينهار. ما عمرها كانت هذه القضيه. تقارير كتقول بانه ارى هذه العوامل كلها شنو غتخلي؟ غادي يكون واحد، راه كاين دابا كيهضروش عليه، واحد النزوح جماعي نحو البحر. تشكت منه اسبانيا، بزاف ديال الجزائريين الان كيموتوا في البحر. ارقام اللي مسكوت عليها ونبهات اسبانيا، نبهات الكبرانات. التوقع الان هي قريب انهيار في الشهور المقبله لدوله العسكر، وغتدخل في واحد العمليه ديال الاقتتال داخلي، وهذا غادي يخلي واحد الموجه ديال نزوح ديال ناس من الجزائر نحو الحدود. هنا لاش كاين انتشار ديال الدرك الحربي، هنا لهذا السبب، لان غادي يكون نزوح. ما ملي كتبدا عندهم الصراع كما وقع، ما كتبقاش المراقبه ديال الحدود، غادي يكون واحد النزوح. اذا هنا راها عمليه استباقيه لما هو قادم. وكاين معلومات ان الدول الاوروبيه بدات كتفكر كيفاش غادي تكون، كيفاش غيكون الوضع في الحدود، وكيفاش غيكون الوضع في البحر. لان الجزائر الان كتنهار، وهذا السيناريو اللي هو خطير، سيناريو اللي كانوا كيتوقعوا منذ مده، كان التوقع ديالو هو سيناريو العسكر، بمعنى ممشى تريب ريب الجزائر بهذه العباره هذه. وهنا كان اظن واحد التصريح اللي كان منذ مده ديال احد الفرنسيين، لما طرح عليه شي واحد تساؤل على الوضع في الجزائر، قال ليه جواب واحد، قال ليه الدول ديال الجوار ديال الجزائر خاصها توجد القياطن. شنو معناها؟ الناس غيخرجوا كلاجئين، غيخرجوا من تما، لانه غادي يهربوا، غادي يهربوا الناس من الجزائر، غيمشيو لتونس، يمشيو غيمشيو للمغرب، معروف المغرب كلشي غيبغي يتكب، وكاين اللي غادي يبغي يمشي لليبيا من اللي قريب من تما، على العلم المنطقه.